ونسلم على الهادي البشير. تهانينا والناموس لكل الذين كانوا معنا في أشواط التميز في نسختي الأولى. حظ أوفر لمن لم يحالف الحظ. الشوط الأول الرئيسي شوط البندق والوشاح والبيرق ومادة الزعفران كان من نصيب الشاهينية المبارك من محمد الهاجري. تهانينا والناموس لها على هذا الأداء وعلى هذا الفوز. تهانينا والناموس لراعي الشاهينية مبارك من محمد الهاجري على هذا الأداء وهو يستلم رموز هذا الشوط مع البندقية والبيرق. تهانينا والناموس لك يا مبارك محمد الهاجري. شوط القعدان الرئيسي كان من نصيب مياس سالم بن علي النجمة الذي انطلق معنا بهذا الشوط وكان أهلا وهو يستلم الكأس والبيرق والوشاح هناك. تهانينا والناموس لك يا بن نجم على هذا الأداء الذي كنت أهلا له وكنت أهلا ونصيبا للناموس. المركز الشوط الأول والرئيسي هو من نصيب جمايل لحمد بن خالد بن عبد الله النشيرة للشوط الصعوبة. تهانينا والناموس أيضا لمالك جمايل النشيرة وشعار غني عن التعريف شعار النشيرة. لكم منا سلام تحية واحترام وهذا الأداء الذي كنت أهلا له وكنت أهلا للناموس. لكم منا سلام تحية واحترام. الشوط الرئيسي للقعدان الصعوبة هو من نصيب شاهين لزيد محمد المري كان أيضا أهلا للناموس وها هم أشباد الغد أشباد المستقبل يتقدمون ليستلموا الرموز ويكونوا معنا في إرث الآباء والأجداد. تهانينا والناموس لزيد محمد المري راعي شاهين على هذا الأداء وعلى هذه الرموز الذي كان أهلا لها. لكم منا سلام تحية واحترام وها هم أشباد القد وأشباد المستقبل ليحافظوا على إرث الآباء والأجداد ليكونوا حاضرين معنا في كل المحافل. لكم مني سلام تحية واحترام.